الفنان محمد عبده برجه الجليل. قد ينال مركز له علاقة بالشأن العام أو السياسي مع تكريم ملكي خاص لإنجازاته الفنية. هالإنجاز بيجعله يختار حفلاته الفنية بعناية لعدم حاجته للمال والشهرة. بيختار موضوع وطني بحوله الأغنية بيشكر فيها وطنه وحكام السعودية الحاليين والسابقين على دعمهم المباشر له ولفنه. 2017 لن تخلو من الأخطار الصحية والأمنية على سلامته. فيديو كليب بيصوره بياخد رواج كبير ببلده والعالم العربي لأنه موضوعه إنساني أو وطني. قد يغني ديو مع حسين الجسمي، ينجب أولاد من زوجته الثانية، يفكر بالزواج مجدداً لتجديد شبابه.